السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. مثل ما وعدت قلت لح نزل تهكير جديد للبلاي ستيشن 3 بدون استخدام الهان. دائما يسألوني عنه وطريقته بدون انترنت. هاي طريقة لح نزلها، هاي أحدث طريقة، وكثير من الأسئلة تابعتها إنه هل جهازي أقدر أهكره لو لا، يصير لو ما يصير. فأيضا في نفس هذا الفيديو لحبين الأجهزة اللي تقدر تهكرها، وشون تعرف إن هذا الجهاز أو جهازه قابل للتهكير أو غير قابل إلى التهكير، وطريقة تنزيل البرنامج المعدل. ففي البداية هذا الجهاز اللي عندي لحبين شلون تعرفه أول شيء جهازك راح يتهكر أو ما يتهكر. وقبل ما أبينه لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك، وفعل جرس التنبيهات حتى تجيك فيديوهات أول بأول بخصوص البلاي ستيشن 3. هذا هو الجهاز عندك السليم. شلون راح أعرف أنه قابل للتهكير؟ على ظهر الجهاز لاحظ هنا عندك الكتابة، لاحظ هنا شو عندك هنا، هذا رقم التسلسلي. حسب هذا رقم التسلسلي راح انزل اني جداول موجوده حسب هذا التسلسل، هل هو قابل للتهكير او غير قابل للتهكير، وعلى يا اصدار تقدر تهكره، هل هو النور لو بدون نور. فعندك انت هنا حسب هذا الرقم والجداول اللي مرفقه في الرابط اسفل الفيديو. في البداية تلاحظون هذا الموقع اللي موجود في وصف الفيديو، هذا راح يبينك الموديلات البلاي ستيشن 3 حسب ما هو بينت في مكانهن في ظهر الجهاز. فباستخدام هذا الجدول راح تبين انه جهازك هل هو قابل للتهكير او غير قابل للتهكير. تلاحظ هنا عندك هذا هو الجدول بكل الاعداد وبكل الموديلات اللي موجودة. تلاحظ هنا هذا عندك بالنسبة إلى تاريخ الإصدار، أي إصدار البرنامج والبرنامج اللي يتقبله، هل هو يتقبل التحديث أو ما يتقبل التحديث أو التهكير. تلاحظ هنا الآن نجي على جهاز اللي أني شاهدتكم في البداية، فنروح على السيستم ونلاحظ هنا تاريخ الاصدار بالنسبة الى الجهاز اللي عندي. فالسيستم اللي منزله اني راح تلاحظون انه هو 4.86 وراح هكره، فانت 4.86 فهو 4.86 او 4.82 شغال عندك على استخدام هذا البرنامج او استخدام هذا التعديل او السوفت وير. فبالبداية راح نروح على موقع اللي موجود في اسفل الوصف. طبعا اكيد انت شابك الانترنت بالجهاز، هسه الان انت منزل الانترنت بالجهاز، شابكه واي فاي واصله انترنت. فمثل كل مره ايش راح نسوي؟ راح نمسح كل الهيستوري الخاص في المتصفح، فنسوي له الو بالنسبه الى كوكينج، وراح نروح على التولز، ومن التولز راح ننزل الى الجافا ونشي نسويها نشغلها اكيد. وسوينا شغلنا الجافا وشغلنا ايضا الكوكيز، هسه نروح على الهوم بيج وندخل الموقع اللي موجود في وصف الفيديو. الان اللي دا اسوي اني كل تشرح اسوي هسه اني دا اشتغل اسوي باك اب للمعلومات اللي في الجهاز. راح اسوي باك اب على حد ما دا اهكر، انا دا اسوي باك اب كل خطوات دا اسويها اني باك اب. اذا انت ما تريد تسوي باك اب اي معلومات ماتك وين واصل ايش تلعب، اذا ما تريد تسويها لا عبر هاي. واكيد دا حمسح كل الهيستوري مثل ما لاحظتوا واحد واحد، كل الديليت هذني واحد ورا واحد نمسحن حتى يكون الجهاز فارغ من اي ملفات انه تعيق تنزيل البرنامج. فتسوي كلهن بالتسلسل خمستهن. ايضا على التولز والقبل الاخير كل المعلومات، وقعدنا اخر واحد الخاص بالسيكوريتي.
ونخرج من المتصفح بعد ما كملناهن، ثم أعود من مرة جديدة إلى المتصفح بعد ما مسحت كل الهيستوري. هسه راح أسوي باك أب. شو راح أسوي باك أب؟ عن طريق نفس الـ bs3exploit.com. ثالث اختيار التول ليست، ومن عندها نختار اول اختيار، راح اقول له اكيد يس. هسه لحد الان اني دارد اسوي باك اب، فاللي ما يريد يسوي باك اب يعبر هاي الخطوه يمشي الفيديو. دا احفظ الموقع في البوك ماركت، اختار فلاش ميموري. طبعا طريقة التهكير لازم تحتاج انه حاسوب وفلاش ميموري انفرمت على فات 32، وتحتاج الى انترنت يكون مكنك. فسأنا رابط الفلاش في الجهاز بينك هنا صح، اي انه مربوطه جهازه وفرمته على فات 32. نضغط على الفلاشه، تلاحظ هنا انا كاتبيني ناد، واقول له سيف ميموري باك اب، ولا حسيفه اكيد في الفلاشه ديفايس يو اس بي، يعني قصده الفلاشه الخارجيه. انتظر عمل الباك اب. هسه الان الباك اب اصبح جاهز وموجود في الفلاشة الخارجية. انتقل الان الى الكمبيوتر، تلاحظ هنا أنا عندي هذا جهازي الكمبيوتر، اكون رابط الفلاشة وانفرمتها على 32. هسه راح اقوم بتنزيل البرنامج المعدل حتى نقدر نهكر عليه. فندخل على الموقع الموجود رابط في اسفل الوصف، الآن ننزل برنامج المعدل. تلاحظ هنا 4.86 فيروكس كوبرا، برنامج الكوبرا اللي دائما يسألون عليه. هسه الآن راح ننزله وراح نصبه في جهازنا الإصدار الكوبرا. فرق الإصدار الكوبرا عن الهان، الكوبرا إنه رأسا يشتغل، ما تحتاج الإنترنت، يكون دائما موصول في الجهاز، وشغل عندك ملتي مان بصورة طبيعية. ولكن تحديثات ما تجيك للألعاب كألعاب وليس جهاز كألعاب. تبه هنا من دا أحكي على نقطة الألعاب، إنه الهان أسأل ننزل الملتي مان، راح ننزل هذا آخر إصدار اللي هو 4.85. الهان نلعب بدون حساب ومربوط إنترنت، وتجي أحدى تحديث للعبات، شخصيات جديدة، سيارات جديدة إذا كانت جي تي أي وغيرها، ولكن ما تقدر تلعب أونلاين. بالمقابل طبعاً الهام ما يشتغل إلا مربوط إنترنت الجهاز. بالمقابل الكوبرا إنه ما تجيك تحديثات للألعاب، ما تحتاج إنترنت مربوط، تشتغل عندك الملتي مان بدون ما تقدر تشغل هان يلا تشتغل الملتي مان، لا مباشرة يشتغل، ولكن شنو ما تجيك تحديثات للألعاب. هسه بعد ما نزلنا هذا الفايل راح نجي
النسخة عندنا في الديسكتوب، خلي نسخة من عند الديسكتوب هذا اللي هو موجود. هسه ندخل هنا على هاي الخطوات، راح نفتح الضغط اللي نزلناه، نمسح الملف المضغوط الأصلي نفتحه. تلاحظ هنا عندك هاي الملفات، راح نلصق الفايل اللي قبل شوية سويناه، هذا جدا مهم، فنسخناه. ونشغله. تلاحظ هنا number of dangerous صفر، warning مكتوب ايضا شنو صفر، طبعا للتأكيد كشغلة حتى تشوفون انه هل هو خطر على الجهاز لو لا. هسه تلاحظ هنا هذا الملف راح نجي نمسحه الان، طبعا هذا ملف الباك اب. فنجي هسه راح نسوي فولدر جديد، وهذا الفولدر الجديد انتبه على التسميات PS3 capital letter، اهم شيء capital letter، وداخل ملف PS3 capital letter نعمل ايضا فولدر جديد راح نسميه update ايضا باللغه الانجليزيه و capital letter. ونجي ننسخ الملتي مان والكوبرا، راح نسوي الملتي مان مباشره بالفلاشه وليس داخل فولدرات، هاي بالنسبه الى الملتي مان. اما بالنسبه الى النظام التشغيلي تلاحظ هنا الكوبرا راح اجي شو نسوي له؟ نسوي له كوبي ونسخه وين؟ داخل الابديت بي اس 3 الابديت، داخل الابديت نسوي له لصق. ولا حغير اسمه لان ما راح يقرا عندك بهذا الاسم. هسه الان ندخل على الموقع التالي، ونظام عندك انت هنا الكوبرا ندخل عليه حتى يفحص لنا النظام هل هو شغال لو لا. تلاحظ هنا طلع لي. هسه ندخل على الموقع، تلاحظ هنا نسخه اليمين نزلنا الفايل، فدخلنا على الموقع هذا قرا لك الرقم تشيكينج، بعدها تجي داخل الرقم اللي موجود في ملف ونزلناه ونقول له كومبارت، مقارنة بيناتهم تلاحظ هنا مضبوط 100%. هسه نجي نغير اسم الملف ونسوي PS3 update، بعد ما سوينا مقارنة راح نغير اسمه. هسه نسوي PS3 update ملف، مو قلنا راح نغير اسمه، سويته PS3 update. الآن نخرج الفلاشة من الكمبيوتر بعد ما نحتاجها نهائيا، وننتقل إلى البلاي ستيشن 3. قلنا هنا أنا جيت يعني سويت باك أب بعد ما اشتغل الجهاز، راح أخرج. تلاحظ هنا أنا موجود فلاش ميموري باتش، ايش راح أسوي له؟ راح أسوي له لود فروم في فايل. ارجع اضغط عليه ايضا من جدة وجديد. واضغط على apply loaded patch. هقول اكيد yes. الآن نضغط على Closed. الآن أخرج من المتصفح ورست الجهاز. بعد عملية ترسيت الجهاز رست الجهاز، راح أروح على الأبديت جهاز يمكنك إنترنت، و اضغط على استخدام ستوريج اقول له اوكي، هذا نزلته الكوبرا اكيد راح اقول له اكسبت، واقول له ستارت.
طبعا كمل تحميل ورسيت ظهرت الشاشة السوداء الآن وبدأ يحمل. كمل الآن لاحظ هنا هذا نظام الكوبرا طلع تقراه سيشتغل عندي الكوبرا. نظام معدل شغال كل شيء. تلاحظ هنا أنا الباك اب مانجر شغلت عندي تصغير بالباكيجات. لحاجة انا صوب الملتي مان اكيد لح اروح على الستاندر وانا صوب الملتي مان اللي نزلناه. وهاي كانت طريقة تنزيل نظام الكوبرا على بلاي ستيشن 3 على اخر اصدار وابسط طريقة. وفحص جهازك اذا كان عنده قابل للتهكير او لا. لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك وفعل جرس التنبيهات حتى تجيك فيديوهات اول باول. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار اكتبه تحت بالتعليقات وسأرد عليه باقرب فرصة ممكنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.